السلام عليكم بنات، نتمنى يلقاكم الفيديو على خير ان شاء الله. اليوم غنحضروا مع بعض بديل جبنه الموزاريلا بالبيت واللي كتجي سائله. اول حاجه غنحتاجو هي جوج بيضات، جمع مقدار زيت نباتي، ثلاثه الفرماجات، شويه ملح وشويه بزار، وغادي نخلط جميع المكونات في الميكسر. من بعد ما خلط الكل فكتكون هذه هي بديل الجبنه وكتجي على هذا الشكل. و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك وتشتركوا في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.